بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم سنذكر ذكر ورد من الأوراد لقضاء الأشياء وإزالة العكوسات. هذا الورد على حسب نية الإنسان، تذكر هذا. ممكن أن تستخدم هذا الورد في أي شيء أردت، في عكوسات على الزواج، في سفر، رزق، محبة الزوج، العمل، سفر، أو أي شيء أردت يوق ذلك، بطل السحر، ظهار مثلا عندك مرض ولا تعرف كيف، ما هي الآية أو ما هي الصورة التي ستشفيك، مثلا تقرأها بنية أنك ترى الآية أو الصورة التي تحتاج، أو الورد يعني سترى في المنام، يعني على حسب النية التي تريد أنت، أي شيء أردته. يعني هذا الورد هو الشامل، أقل مدة هي 7 أيام، تقوله في ظرف 7 أيام تبدأ، وتبدأ تقوله يوميا. ومن المستحسن أن يكون وراء العشاء، يكون وراء العشاء من المستحسن. أردت أن تطبقه مرتين فسيكون المفعول سريع. يعني إدارة المفعول بسرعة، قوله مرة في الصباح، استعمله مرة في الصباح ومرة وراء العشاء. وإذا كان ليس عندك وقت فاستعمله وراء العشاء فقط، اتفقنا؟ يجب الانتباه. ماذا سأقول؟ يجب الانتباه وكتب ما سأقول. أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة وراء العشاء وأنت جالس. أقول لك أنت جالس متقبل القبلة، أستغفر الله وأتوب إليه. الصلاة على النبي بصيغة الفاتح، سترى صيغة الفاتح هنا في الشاشة. الصلاة على النبي 100 مرة بصيغة الفاتح. وراء ستقول بسم الله الرحمن الرحيم 113، 113 بسم الله الرحمن الرحيم. ستقول الحمد لله رب العالمين 18 مرة، وستقول وراءه يا لطيف 129 مرة، ستقول يا لطيف 129 مرة، الرحمن الرحيم 18 مرة، ثم تقول يا لطيف 129 مرة، مالك يوم الدين 18 مرة، وتقول وراء يا لطيف 129 مرة، إياك نعبد وإياك نستعين 18 مرة، ووراءها ستقول 129 مرة يا لطيف اهدنا الصراط المستقيم 18 مرة، ووراءها ستقول يا لطيف 129 مرة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 18 مرة، ووراءها ستقول 129 مرة يا لطيف. وتختم بصلاة الفاتح، بصلاة الفاتح 7 مرات، 7 مرات، وتطلب حاجتك. مثلا أردت أن يظهر لك الله السحر، أو يشافيك من مرض، أو رزق، أو عمل، أو زواج، أو أي شيء، يجب أن تخلص النية وتفعل هذا الورد. هذا من المجربات، من المجربات المشايخ، اتفقنا؟ لأن سريعة الإجابة هي من المجربات، سريعة الإجابة. اسم الله اللطيف وسورة الفاتحة، يقضى لك الشيء إن شاء الله. هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير ومع السلامة.